أخبار اليوم. بالنسبة للسؤال الرابع، خلي بالك بس الحاجة صغيرة. هو هنا بيقول لك وات از مينت، ترشح كده بس عايز دروينج، يبقى لازم الدروينج عليه درجة والمينينج عليه درجة، ديفينيشن عليه درجة. أول حاجة الستاندرد هيدروجين الكترود، يمكن ما جاش كتير في امتحانات السنة اللي فاتت. ستاندرد هيدروجين الكترود، هتقول الديفينيشن وترسم الرسمة بتاعت ستاندرد هيدروجين الكترود اللي عندك. الكتروليتيك سيل فور اكستراكشن اوف الومنيوم فروم بوكسايت. هنا بقى طالب منك انك تشرح بالرسم والايكويشنز، عشان بيقول لك وات از مينت، يبقى لازم تقولها له بالايكويشنز اللي هو اتانود اند اتكاثود والتوتال اكشن. طب هنا منشن ميثودز اوف بريباريشن اوف ايثانول ان اندستري، ما قالش ميثود واحده، قال ميثودز. خلي بالك، يبقى تقول الكوليك فيرمنتيشن وتقول طريقه حصولهم البتروليوم برودكتس، يعني الاثنين مع بعض. رايت ذا كيميكال ايكويشن اند رياكشن كونديشن، اربع ايكويشن هتكتبهم. طيب اكسبلين ويز دروينج، ما هو بيقول لك ويز دروينج ميثود اوبريشن اوف اساين، المريض عايز تحضير الاستيلين وعايز السبب ليه بنمرر الاستيلين على دول، ولا تو جيت ريت اوف امبيورتيز، اللي يقول امبيورتيز ويسكت لازم ايه هينقص، لازم يقول ايه الامبيورتيز اللي هو الفوسفين جاز والاتش 2 اس جاز ويكتب الايكويشن. طيب عايزين البي اتش فاليو اند شو ذا اسيديك الكلاين اور نيوترال. طبعا هو مديك هنا تركيز الاتش وعايز منك الاتش، هتجيب الماينس لوك، الماينس لوك بتاع نيجاتيف 5 ب 5 ده 7 وده 12، وبعدين هيبقى مين هنا؟ ده هيبقى ايه؟ اسيديك وده نيوترال وده الكلاين. طيب كالكوليت ذا ايكوليبريم كونستنت كي بي، عايز هنا حساب الايكوليبريم كونستنت كي بي اللي هو في الايكويشن دي. ايكويشن عاديه خالص برضو مرت علينا، هنقول الكي ايكوليبريم بس المره دي كي بي. كي بي بنحط الباور على البي مش على الايه؟ مش على البراكتس، يبقى ليها طريقه كتابه وناخد بالنا منها.